أدغال مسكني، عشت طفولتي والذئبة كانت أمي. أنا موكلي أقفز بين الأشجار، أدخل قصتي في كتاب حياتي. هيا تعرفوا بأصدقائي في أعلى قمة، أنا أجلس كالملك أحرس الجميع من الأفعى. وهذا هو بلو يغني دوبي دو، وهذا شخان الذي مني دوما يغار. أنا موكلي سأخبركم قصتي، هيا غنوا معي، هيا اضحكوا معي. ها قد بدأت اليوم أجمل قصة من قصصي، هيا غامروا الآن مع موكلي، هيا غامروا الآن مع موكلي. من هنا لالا. يا له من منظر رائع. شكرا لك لوري، لو لم تطلبي مني الانضمام إلى دورية الصباح لكنت ما زلت في البيت الآن. الصباح الباكر هو أجمل جزء من اليوم. إن كنت تحبين الصباح فستحبين الذهاب في دورية مراقبة عند فجر كل يوم. لا بأس، أنا أستمتع بالنهوض باكراً، كنت أحب النوم وأنا أصغر سناً لكن الآن لا. جيد، العصفور الذي يستيقظ أولاً يأخذ الدودة. آمل أن أعثر على شيء ألذ من دودة. لكن يشرفني أن تختاريني لمرافقتك في دورية الصباح. أعلم أنك تودين الحفاظ على غابتنا وأنا أريد مساعدتك. شكراً يا لالا، أنا شاكرة لدعمك. الذئاب بحاجة إلى هذه الغابة للاستمرار، أقل ما يمكن فعله حمايتها. ماذا؟ حماية الغابة من الأذى؟ أي أذى؟ ماذا تعني بذلك؟ لماذا ستحرسان؟ آمل أنهما لا تتوقعان المشاكل، لابد أن أعترف أنا أشعر بالقلق. لا، اهدأ بلو، لوري ولالا يقومان بواجبهما لإبقاء الغابة بأمان. حقاً، إن كان هذا صحيحاً فهذه خطة نبيلة جداً، لكن الغابة كبيرة، فهل ستستطيعان تغطيتها؟ هاتان من يستطيع أن يفعل ذلك. انظر كيف تغيرت غابتنا منذ أن أصبحت لوري القائدة. لقد ارتاح أصدقاؤنا الذئاب أخيراً وسرت الحيوانات الأصغر، لأن الذئاب لم تعد تتقاتل وتتسابق على كل حيوان صغير. لهذا السبب الجميع يشعر بالأمان والاطمئنان. ما تقوله منطقي، لكنني ما زلت. ماذا بلو؟ دعني أسمع. قلق من أن لوري لا تعرف كيف تقود القطيع كما يجب. بلو، أعتقد أنه لا داعي لأن تقلق من أن تكون لوري متهونة في قيادة القطيع. صحيح أنها مخلوق حساس، لكن عندما يكون قطيع الذئاب في خطر تصبح لوري قائدة قوية وحاسمة. نعم هذا صحيح، ربما لوري لطيفة لكن لديها كل ما يؤهلها لقيادة القطيع. إنها تستحق أن تحل مكان أكيلة. امسح الطريق. موكلي، كيتشي، إلى أين أنتما ذاهبان بهذه السرعة؟ هل من خطب ما؟ لا بكيرة، نحن سنرى أزهارا نادرة تظهر مرة كل 10 سنوات. انتظراني.
إلى اللقاء. ها هي الأزهار، إنها رائعة فعلا. آه ماوكلي، لونها جميل. اسم هذه الزهرة زهرة الموة، لونها في العادة أخضر لكنها تزهر بألوان زاهية مرة واحدة كل 10 سنوات. آه إنها جميلة جدا. أخبرني أكيلا عنها باجيرا، قال لي هناك أسطورة تقول إنه في الموسم الذي تزهر فيه هذه الأزهار يعم الحظ الجيد على الغابة كلها. في المرة الماضية كان موسم صيد الذئاب هو الأفضل على الإطلاق. ما سيكون تأثير الأزهار الحمراء؟ سؤال جيد، لا أستطيع الانتظار. الحظ الجيد يمكن أن يؤثر على آخر شيء قد يخطر ببالك، لطالما كان الحال هكذا. ذاك الإنسان، لا أعرف حتى ما هو اسمه. أصبحت النار جيدة. توقف. ابقى بعيداً ماوكلي، أنا سأهتم بهذا المغيض. أخرج من هنا أيها اللص قبل أن أقضي عليك. حاذر، لن يستغرق الأمر طويلاً. لقد نجحت. علمت ابن آوى هذا درساً لن ينساه. أوه، لقد انتهى الأمر أخيراً. بجيرة، ذاك البغيض جرحك تحت أذنك. ليس الجرح كبيراً، والآن تعال. كف عن القلق، أذني بخير والخدش سوف يشفى سريعاً. من الأفضل أن ننتبه باجيرا، ما زال لدي القليل من أغصان العشبة الشافية، سأضعها على أذنك لتتحسن. هذا غريب، اختفت الأغصان، سأذهب للبحث عن المزيد. لا يبدو أنه لم يعد لدي أغصان من العشبة الشافية باجيرا، سأذهب إلى الغابة لأحضر المزيد. لا تتحرك، سأعود على الفور. لا داعي لأن تفعل ذلك. ابقى هنا باجيرا، سأعود سريعا. جاهزة أم لا؟ مرة أخرى. ماوكلي، إلى أين أنت ذاهب؟ لأبحث عن العشبة الشافية لبجيرة، إنه ينتظرني في وكري، لا تدعيه يغادر. لكن شكرا. تفعل هنا في الأسفل؟ هيا خذ بيدي أيها الفتى. هيا خذ بيدي. هيا أيها الفتى. أظن أن العشبة الشافية ليست هنا. العشبة
العشب الشافية. مرحبا، من أنت؟ وما هو اسمك؟ أنا اسمي هو جميرة. ربما لا تتكلم لغتنا، هل تستطيع أن تتكلم؟ كنت أقطف بعض الأزهار الجميلة، أليست رائعة؟ جميرة، أين أنت؟ أنا هنا يا جدي. أنت هنا يا ابنتي، يجب ألا تذهبي بعيدا، هناك حيوانات متوحشة تجوب هذه الغابة. الفتى، أنت هنا يا فتى؟ يا لحسن حظي، ظننت أنني لن أراك مجددا، كنت قلقا عليك. لكن يبدو أنك بخير يا صغيري. كما ترين يا جميرة، أنا وهذا الفتى صديقان، تسرني رؤيتك من جديد. جدي، انترعرع الفتى في الغابة، لهذا السبب لا يستطيع فهم كلامنا؟ ربما هو يفهم، ولكن لا يعرف كيف يجيب يا جميرة. يا صديقي، أريد أن أعرفك إلى حفيدة جميرة، هي تنضم إلي أحياناً في رحلاتي إلى الغابة وتساعدني في عملي هنا، إن لقاءها بك أشبه بمعجزة. لا أظنه فهم كلمة واحدة مما قلته. ربما أنت محقة يا جميرة، لكن لا بأس بالمحاولة. جميرة؟ نعم يا جدي العزيز. لقد أفرحتني اليوم كثيرا، لقد عثرت لي على صديقي الصغير. جميرة، جميرة. هذا صحيح، جميرة. جميرة. ماوكلي، جميرة ماوكلي. ماوكلي؟ هل اسمك ماوكلي؟ هذا هو اسمك إذن، أنت ماوكلي. هذا غريب فعلا، ماوكلي هو اسمك؟ إنه اسم جميل. سلاح الإنسان هذا قوي، بإمكانه تقطيع أغصان الأشجار، إنه بالتأكيد مناسب في أعماق الغابة، إنه رائع. لما أنت مندهش؟ ألم ترى إنساناً يقطع الأشجار من قبل؟ سأشرح لك أيها الفتى، سكان القرى بحاجة إلى الحطب للطهو، لذا أنا أقطع البعض منها، لما أتكبد عنها؟ فأنت لا تفهم كلمة مما أقوله يا صغيري. ما هذا، تحاول مساعدتي؟ مع أنك لا تستطيع الكلام، إلا أنك تبدو فتى قويا وطيبا. مرحبا يا جدي، الشاي جاهز، من الأفضل أن تشربه ساخنا، وأنت أيضا. الشافية لبقيرة ماوكلي. إن كنت تبحث عن الأعشاب الطبية فهي معي. تفضل، آسفة لأني أبقيتك تنتظر. يمكنك أن تعيد القماش في المرة القادمة عندما أراك قريباً.
أعتقد أن أحدا ينتظر هذه الأعشاب، فلتسرع إليهم، ستجدنا هنا إن قررت العودة. أتمنى لك رحلة آمنة، عد لرؤيتنا عندما تستطيع. إلى اللقاء. جميرة، جميرة، سأراك مجددا، أعلم أنني سأفعل. ما الذي يؤخر ماوكلي؟ آمل ألا يكون قد وقع في مأزق. ربما لم يعثر على الأعشاب الشافية، أو ربما ماذا كيتشي؟ ربما حصل له مكروه ما. لا تقل ذلك، لا أحتمل أن يتعرض ماوكلي للأذى. أرجوكي. لا، أنت تقلقين كثيرا، أنا أعرف ماوكلي، ربما أخذ قيلولة في مكان ما. بجيرة، لا تقف على قوائمك، أنت مصاب، يجب أن ترتاح. لست مصابا كيتشي، لدي خدش على أذني. لا بد من أن أشير إلى أنني بدأت أتعب من الانتظار. أنا ذاهب، أرجوكما أخبرا ماوكلي بأنني شاكر جدا له باهتمامه بي. عد إلى هنا باجيرا. باجيرا، وفر كلامك كيتشي، فباجيرا لا يصغي. لكن هل سننتظر أكثر؟ هيا بنا نذهب. باجيرا. ها قد عاد ماوكلي. أنا آسف، استغرقني ذلك وقتا طويلا. تأخرت كثيرا ماوكلي، غادر باجيرا لتوه. حاذر يا ماوكلي، هذا مؤلم. طبعا سوف يؤلمك، فهذا الجرح قد أصبح ملتهبا، هذه العشبة ستوقف الالتهاب وتضمن الشفاء. انتهينا. ماوكلي، عندما التقيت بذلك الإنسان الذي أنقذك، هل تفاجأت كثيرا؟ لم أفكر في أنني سألتقي به مجددا، كان ذلك بفضل الحظ الجيد، سررت كثيرا برؤيته. واو، أعتقد أن أزهار المو حمراء اللون هي التي كانت سبب في التقائك به. لم يكن بمفرده، كانت جميرة معه. جميرة؟ هل هي إنسان أيضا ماوكلي؟ أعني لا، إنها ليست أحدا أبدا. المعذرة، أنا أكره المقاطعة، لكن هل لا أكملت علاجي لو سمحت؟ أجل طبعا بالتأكيد، لا تقلق، أكاد أنتهي من هذا. جميرة، جميرة. أه
جميرة. A child is learning in nature's special way. He's beginning to see all the beauty in this world today. His eyes are gleaming at every sight and sound. With his innocent heart, he feels that love is all around. But this world can be confusing, and learning can be hard when lessons that you often learn mean danger lurks beneath the stars. So take good care of nature's friends, and they'll take good care of you. Then we can all live together as one, as in the Jungle Book. A child is learning in nature's special way. He's beginning to see all the beauty in this world today. Gleaming at every sight and sound. With his innocent heart, he feels that love is all around. But this world can be confusing, and learning